اهلا بحضراتكم من جديد. معانا فقره مهمه من ضمن فقرات الترند دايما، وهي فقره ترند اونلاين، وهنتواصل مع احد الاصدقاء والزملاء الصحفيين الكبار، وهو الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. يا استاذ محسن اهلا بيك، وحشنا كتير. اهلا بيك يا استاذ امير، انت اكتر والله، وقناه الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. منورنا. عندنا بعض الملفات المهمه عايزين نتكلم فيها. هبتدي معاك ببطوله الدوري واللي اتحسمت خلاص من عده اسابيع سابقه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن تقييمك للبطوله بشكل عام ورؤيتك لمباراه الغد تحديدا ما بين الاهلي وبيراميدز. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان البطوله حسمت من بدري. يمكن النادي الاهلي ما قبل كورونا يختلف طبعا عن ما بعد كورونا. ما قبل كورونا كان الى حد ما كان ماشي بخطى ثابته، بعد كورونا كان في بعض التذبذب، لكن قدر النادي الاهلي يحافظ على ثباته وحقق البطوله قبل نهايتها بسبع اسابيع، وده كان يحسب ليه. حتى برغم رحيل المدرب رينيه فايلر، النادي الاهلي قدر، او الاداره بصراحه، اداره مجلس اداره النادي الاهلي هنا يحسب ليها انها قدرت توفر المدير الفني الاوقع للنادي الاهلي في الفتره الحاليه، الانسب او الاوقع اللي هو بيتسو موسيماني، اللي كونه ان هو مش بس عارف النادي الاهلي، لا كمان عارف كويس جدا فريق الوداد المغربي، اللي هو النادي الاهلي طبعا بيطمح لبطوله افريقيا زي ما كلنا عارفين. اكيد. طيب، بما اننا هنتكلم على بطوله افريقيا، وانا عارف انك ملم جدا بالدوري المغربي ومتابع لدوريات شمال افريقيا بشكل عام كمان، فعايز اخد تقييمك للوداد والرجاء خلال المراحل الحاسمه الحاليه في الدوري المغربي في شده المنافسه القائمه ما بين الفرقتين دول، معاهم نهضه بركان كمان، فتقييمك ليهم ايه من الجانب الفني تحديدا؟ والله برضو سبحان الله، الوداد والرجاء تحديدا اختلفت الامور ما قبل كورونا لما بعد كورونا. يمكن قبل كورونا كان الوداد كان متفوق على، كان متسيد الدوري المغربي، ويمكن كان الرجاء في المركز الرابع. بعد كورونا الامور زي ما حصل برضو في مصر، الامور اختلفت تماما، وبقى نادي الرجاء هو اللي على القمه. قدر يستغل او يستفيد من تعثرات نادي الوداد، ووصل الامر ما بينهم سجال. يمكن ده بكل امانه في مصلحه الاهلي والزمالك تحديدا، ان هم تفضل المنافسه بينهم لحد النهايه، لحد مباراه بكره اخر جوله، الجوله 30 في الدوري المغربي اللي هي بكره ان شاء الله، بكره بالليل الساعه 8 في نفس التوقيت برضه الاهلي وبيراميدز. ده عمل حاجه محترمه جدا للنادي الاهلي ونادي الزمالك، ان هو خلاهم تحت ضغط وتوتر وارهاق شديد. بس بالمناسبه يا استاذ محسن، ما هو الزمالك برضه تحت نفس الضغط بسبب المنافسه على المركز الثاني في بطوله الدوري. انا اقصد لو كان الدوري حسم بدري في الدوري المغربي، بطوله الدوري حسمت مبكرا، كان يبقى عندهم اريحيه اكتر، لكن ده خلاهم تحت ضغط. يمكن المستفيد، انا اشوفكم بكل امانه، مش هجامل النادي الاهلي، لان هو طبعا خلاص النادي الاهلي خلص بطولته من فتره وريح، لكن النادي الوداد مضغوط جدا في الفتره الاخيره. يمكن صراع النقطه ما بين الرجاء والوداد هو اللي عمل ده. يمكن بكره الرجاء عنده 57 نقطه في المركز الاول، والوداد عنده 56 نقطه في المركز الثاني. يمكن الصراع اكبر ما بينهم. في نفس الوقت الرجاء هيلاعب الجيش المغربي، والوداد هيلاعب الفتح الرباطي. يمكن الناس بتقول ان الرجاء حظوظه اوفر في الفوز بالبطوله، بس في سيناريو غريب جدا، او في صدفه غريبه جدا حصلت سنه في دوري 2009 2010، لما كان اخر جوله وكانت نفس الظروف برضه، الرجاء قبل الجيش والوداد قبل الفتح، وكان الرجاء متفوق بنقطه، ولكن حصلت المعجزه ان الوداد كسب الفتح يوم 1-0، والرجاء خسر 1-0 من الجيش وخسر بطوله الدوري. يمكن عشان كده الوداد بيعول على 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 السيناريو ده بكره، لكن ما اعتقدش ان الرجاء، والله اعلم طبعا هيحصل ايه، ما اعتقدش الرجاء ان ممكن يفرط في البطوله بالشكل ده، وخصوصا انه قرب لها جدا. كمان في مفارقه غريبه جدا في مباراه بكره، مش بس صراع رجاء ووداد ما بين اللعيبه، لا ده بين مدربين. ده شاء الظروف انه مدرب الجيش الملكي اللي قبله الرجاء هو عبد الرحيم بن طالب، اللي هو لاعب الوداد السابق، ومدرب الفتح المغربي اللي هيقابل الوداد مصطفى الخلفي، اللي هو كان برضه لاعب الرجاء السابق. فكل من الفريق الرجاء والوداد بينتظر هديه من لاعبه السابق. الرجاء بينتظر هديه من لاعبه مصطفى الخلفي، اللي هو حاليا مدرب الفتح، والوداد بالعكس من عبد الرحيم بن طالب. فعشان كده هتبقى قمه الاثاره والسخونه في اخر جوله في الدوري المغربي بكره ان شاء الله. هل في غيابات مؤثره في صفوف الفرقتين قبل جوله الحسم غدا، وقبل كمان دور نصف النهائي في افريقيا؟ يعني الوداد ما عندوش غيابات قوي، الرجاء يمكن عنده غياب كذا لاعب، اهمهم حميد احداد للايقاف. يمكن ده حتى بقول لك انه موسمه انتهى خلاص مع الرجاء، لان زي ما انت عارف ان هو غالبا مش هيلعب قدام الزمالك بسبب الاتفاقات اللي بين الرجاء والزمالك، فيبقى الموسم بالنسبه له انتهى. هو اللي عنده الايقاف ده ابرز غيابات الرجاء، لكن الوداد صفوفه شبه مكتمله.
طيب اكيد نتمنى في كل الاحوال ايا كان مين اللي يفوز بالدوري المغربي، لكن التوفيق يكون للفرق المصريه باذن الله، ويبقى نهائي مصري خالص، نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي عايز اخد توقعك لدور نصف النهائي تحديدا، والمتاهل للمباراه النهائيه هيكون مين؟ والله طبعا اكيد اتمنى زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان يكون الاهلي والزمالك، ويكون نهائي تاريخي ما بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره. لكن شايف الامور مش سهله، يعني اكيد مش سهله. يمكن في نقطة مهمة جدا في صالح الاهلي والزمالك برضو، اللي هو غياب الجمهور المغربي. ده بيبقى عنصر فعال كبير جدا جدا جدا، لا ننكر ذلك، قوي جدا، خصوصا ان انت هنا في مصر بتلعب، اي نعم بتلعب ماتشات، كنت بتلعب ماتشات افريقيا بجمهور، بس بيبقى عدد محدود من الجمهور. فالجمهور في هذه غياب الجمهور يصب بكل امانة في صالح الاهلي والزمالك. انا شايف ان فرص الاهلي والزمالك في الفوز او في الخروج من المغرب بنتيجه ايجابيه كبيره جدا جدا جدا، بسبب حاله الارهاق اللي عليها الفرقتين، بسبب ضغط المباريات اللي هو المتاخر ده. يمكن ده اثر على مستوى لعيبه كتير، يمكن في الوداد هتلاقي وليد الكارتي مستواه هبط، هتلاقي صلاح السعيدي مستواه هبط، حتى كاسونجو مستواه هبط، لكن هتلاقي حتى على مستوى الدفاع في مشاكل. لكن احذر النادي الاهلي، ودي فرصه انا بتكلم معاك في الاهلي، من اسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد هو روح، بين قوسين هو روح فريق الوداد بصراحه. لاعب رائع جدا، ووصل الى مرحله النضج حتى. هو كمان كان جاي له عرض من نادي الخور القطري، عرض بمبلغ كبير جدا، لكن هو فضل ان هو يبقى الى نهايه مباريات الدوري ونهايه مباريات افريقيا. والراجل قال انا عمري مش هسيب الوداد الا لما اخلص مباريات افريقيا، وهو كان احد رجال الوداد في مباريات نهائي، مباراه نهائي الموسم الماضي قدام الترجي في مهزله طرابلس. وقال انا طبعا بحلم بالتتويج، نتمنى طبعا احلامه ما تتحققش، لكن انا بحذر مدافع النادي الاهلي من هذا اللاعب اللي بيجيب ضربات الراس. اسماعيل الحداد بيجيب ضربات الراس، ويجيب الضربات الثابته بشكل اكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. استاذ محسن انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض الامور والملفات الهامه. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا